الدكتور جودة عبد الخالق السيد محمد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية. بسم الله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. أداء اليمين أمام المشير طنطاوي. لا، كان أول لقاء لي بالمشير طنطاوي. نعم، أول لقاء، وأنا كنت داخل على اللقاء ده أصلا بشيء من التحفظ. ده راجل قاعد 20 سنة وزير دفاع أيام مبارك، ويعني مانيش متحمس قوي، يعني مش مقبل، إنما عايز أعترف إنه بعد أن بدأ التعامل مع هذا الرجل يعني ازداد تقديري ليه جدا، ولا زال حتى الآن، وأنا لازلت على صلة، تملي أكلمه وأسأل عليه واطمن إنه بعتبره إنسان نظيف. أكتر حاجة إنسان عجبت حضرتك أو راعت انتباه حضرتك في شخصية المشير طنطاوي؟ الإحساس بالمسؤولية والوطنية. يعني أنا أذكر أنه دعينا إلى اجتماع عاجل جدا مع المجلس العسكري، عاجل يعني ظرف إذا تقدروا أقل من ساعة تيجوا، ماشي رحنا. طب قول لي يعني أداء اليمين أمام المشير طنطاوي، ما كنتش حضرتك ماسك ورقة؟ لا، ما كنتش ماسك ورقة، وأنا ما أديت اليمين 4 مرات ما مسكتش ورقة، لكن عايز أقول أنه اللي كان قلقان جدا في الموضوع ده كان صديقي العزيز الوزير منير فخر عبد النور. وأنا فاكر وإحنا قبل ما أطلع وقلت له بص أنا مش هتكلم من ورقة، أنا هقول بتاع ده ارتجالا كده. قال لي أرجوك الموقف مش سهل ومسألة وعلى الهوى ودولة و قلت له شوف بقى أنا خلاص محط دماغي في حاجة هعملها، فأنا دلوقتي هقول اليمين ده ومن غير ما استخدم ورقة على الإطلاق. وطبعا ما كانش سهل، إنما أولا يعني كلام زملائك إنه أوعى ما تعملهاش ممكن إذا كل الكلام ده في الخلفية. وأنت قلت بقى أنا ما فيش فرقة معايا. عملتها. وهي الفكرة كلها مرة تانية قدرة الإنسان الكامنة إنه إذا ركز في إنجاز شيء هيعمله، عارف، بس طبعا يتوسل بالوسائل. يعني طب إيه الفكرة إن حضرتك ما كنتش عايز تمسك ورقة أو تقول منها؟ يعني كل الوزراء أنت قارن كده بين قارن بين منظر وزير ماسك ورقة كده، يعني أنا بصراحة مش عاجبني المنظر ده. في الأمام برضه إيه؟ في الأمام عملتها وفي الأمام ما حصلش مشكلة، يعني مش مستحيلة يعني. ولا إيه؟ تمام. طيب لما